الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى استوديو الحدث لهذا اليوم وإلى أبرز العناوين. إسرائيل لا تتوقع هجوما إيرانيا قبل 15 من أغسطس، وواشنطن ترسل أسطولا بحريا للدفاع عنها. عباس يصل موسكو ويعلن عن خطة لدى الحكومة الفلسطينية لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار الشامل لقطاع غزة. استقالة مفاجئة لمحمد جواد ظريف من منصبه كمساعد للرئيس الإيراني بعد 10 أيام على تعيينه. وزير الدفاع التركي يشترط للانسحاب من سوريا الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات وتأمين الحدود. من الفيضانات إلى الحرائق، كوارث طبيعية تضرب عدة دول عربية. ذكر مراسل أكسيوس نقلا عن مصدرين أن المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة وربما تقوم بذلك خلال أيام. أضاف أن الهجوم سيكون ردا على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر يوليو. نقل مراسل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الهجوم الإيراني على إسرائيل سيبدأ قبل محادثات 15 من أغسطس المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. كما أفاد مراسل الأكسيوس بأن وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالانت تحدث هاتفيا مع نظير الأمريكي لويد أستن، أبلغه بأن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تتجهز لشن هجوم واسع النطاق على إسرائيل، وذلك نقلا عن مصدر مطلع على المكالمة. هذا وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزير الدفاع لويد أستن أمر بنشر غواصة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط. أضاف البنتاغون أن أستن أمر أيضا بتسريع إرسال حاملة الطائرات إبراهيم لينكولن والمجموعة المرافقة لها إلى المنطقة. وسط التوترات الكبيرة في المنطقة، حركت الولايات المتحدة الأمريكية غواصتها USS جورجيا وحاملة الطائرات إبراهيم لينكولن إلى المنطقة ضمن مهمة ردع لإيران بعد تهديدات الأخيرة بضرب إسرائيل، على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. من القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد، أهلا بك. إذن لماذا تعتقد إسرائيل بأن إيران قررت أن ترد وترد مباشرة على مقتل إسماعيل هنية في طهران؟ ما المعلومات لدى إسرائيل؟ أم أنها محاولات للتهويل، محاولات لاستثمار ذلك لجلب مزيد من المساعدة الأمريكية مثلا؟ ما الذي يقال حول توقعات إسرائيل وإجراءاتها في انتظار رد إيراني وبحجمه أيضا؟ هل هناك من قال بأن إيران لا تريد الرد من أراضيها منذ اللحظة الأولى؟ هذا غير صحيح طبعا. منذ اليوم الأول التقديرات في إسرائيل لم تتغير بأن إيران
تريد أن ترد من أراضيها، وقد يكون الهجوم هجوما واسع النطاق نسبيا إذا ما قورنا بالهجوم الذي كان في نيسان الماضي، شرحنا هذا أكثر من مرة. لا توجد تقييمات دراماتيكية لدى الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، غالبا ما يحدث هو تكرار واجترار لمعلومات سابقة وإخراجها على أنها جديدة، لكن ما يقلق الإسرائيليين هو أنه لا يوجد تقدير دقيق لما يحدث. أعطيك مثالا، الخميس الماضي اعتقد الإسرائيليون بأن حزب الله سيشن هجوما، قاموا بإخلاء 4 مقار أمنية من بينها الموساد ومقرات أخرى جزئيا، لم تكن أي ضربة، وبالتالي أعادوا هذه المقار إلى ما كانت عليه، ولهذا يسود الاعتقاد بأن إيران سترد وحزب الله سيرد، لكن حقيقة القول أنه بعد 24 ساعة 48 ساعة كل ذلك لا يبدو جديا في هذه التقييمات. التقييم العام لدى الإسرائيليين بأن إيران سترد وحزب الله، لكنهما غير معنيين بحرب شاملة، ولهذا هناك من يذهب إلى قضية الصفقة ووقف إطلاق النار على صعيد حرب غزة وتأثير ذلك قبل الصفقة. زياد، على طبيعة الرد الإيراني، متى توصلت إسرائيل للقناعة بأن إيران سترد بشكل مباشر؟ صحيح أن إيران كانت تهدد منذ اللحظة الأولى، ولكن أيضا كان هناك الكثير من التفسيرات تذهب إلى أنه إيران تدرس الموقف، ترى إذا كانت هي التي سترد بشكل مباشر أم سترد عبر أذرعها التي يمكن أن تكون مؤثرة أكثر مثل حزب الله وقربه من إسرائيل. حقيقة الموقف بأن التقدير الإسرائيلي كما قلت منذ اليوم الأول بأن إيران سترد بنفسها وقد يكون مستقلا عن حزب الله أو متناغما مع حزب الله، هذا كان الحديث في إسرائيل منذ اغتيال هنية وحتى هذه اللحظة، لم يتغير في أي يوم. لم تقل إسرائيل بأن إيران لا تريد الرد، هي عمليا كانت تعتقد مرة بأن حزب الله سيرد أولا، الآن قد تعتقد بأن إيران سترد أولا، وقد يتضح بأن هذا دقيق أو غير دقيق ربما في الأيام المقبلة. نعم، هل لدى إسرائيل مثلا تصور حول ما الذي يمكن أن يمنع الضربة، أم أنها ترى أن الضربة قادمة لا محالة؟ يعني هل تربط إسرائيل بين التوصل إلى صفقة وربما امتناع أو تردد أو يعني انتظار إيران حتى لا ترد في وقت يتم فيه التوصل إلى صفقة وهدوء ووقف لإطلاق النار أم لا؟ تعلم إسرائيل بأن إيران الآن تفصل تماما بين الرد والانتقام وبين الصفقة؟ على الأرجح الاعتقاد في إسرائيل بأن حزب الله وهو الأهم بالنسبة لإسرائيل في هذه المعادلة وإيران سيردان حتى لو كان هناك صفقة تبادل، لكن دراماتيكيا قد يختلف الرد، وهذا هو عمليا مفتاح الأمر بالنسبة للإسرائيليين. في كل الأحوال الصفقة تبدو سلاحا ذا حدين، بمعنى التوصل إلى صفقة قد يقود إيران وحزب الله إلى إعادة النظر في حجم وطبيعة الرد، بحيث يكون رد على مقار أمنية حتى في تل أبيب لكن بأسلحة دقيقة بدون كسر قواعد اللعبة والذهاب إلى حرب شاملة، للاعتقاد بأن حرب غزة نوعا ما انتهت وسيذهبون إلى وقف إطلاق نار، وبالتالي الجبهة الشمالية يجب أن تهدأ بدون حرب شاملة إقليمية. لماذا أقول بأنها سلاح ذو حدين؟ لأنه عمليا في إذا شعرت حماس والسنوار تحديدا بأن إيران وحزب الله قد يدخلان في حرب إقليمية طاحنة مع إسرائيل، هذا ما كان يريده منذ اللحظة الأولى وقد يتراجع عن الصفقة. الإسرائيليون الذين يستفيقون في كل يوم على عناوين تقول بأن الرد قادم خلال ساعات قليلة، كيف يستعدون؟ عمليا هم يصدقون الناطق العسكري الإسرائيلي الذي خرج بعد خبر إكسيوس بالأمس بشكل واضح وقال إنه لا توجد أي تعليمات جديدة للسكان في إسرائيل، إن دعت الحاجة سنقوم بإعطاء تعليمات، نراقب إيران وحزب الله طوال الوقت. بمعنى آخر الحياة تبدو شبه عادية، صحيح هناك تأهب وتوتر، لكن الاعتقاد بأنه ستكون هناك مرحلة إنذار
كافية فيما يتعلق بإيران خلافا لحزب الله. وهذه ولهذا دائما أشير إلى أن رد حزب الله يقلق إسرائيل أكثر، لأنه عمليا لا توجد فترة إنذار مبكر كافية للتجهيز الإسرائيليين. الاعتقاد الآن في إسرائيل بأن حزب الله قد يبدأ الرد عندما يقرر الرد باستهداف مكثف للمناطق الحدودية بمئات الصواريخ، ويتسلل عبر ذلك صواريخ دقيقة ربما حتى وصولا إلى حيفا وتل أبيب ومسيرات. شكرا جزيلا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، كنت معنا من القدس. في ظل التحذيرات المتواصلة من مخاطر اندلاع حرب واسعة في المنطقة، وتزامنا مع الوصول المرتقب للوفد الدبلوماسي الأمريكي إلى المنطقة هذا الأسبوع لإيقاف رقعة توسع الحرب، أعلن البنتاغون عن حشد مزيد من أسطوله العسكري وإرساله للشرق الأوسط كخطوة استباقية قبل هجوم إيراني متوقع أو من حزب الله ضد إسرائيل. إرسال البنتاغون هذه المجموعة من الأسلحة اعتبر رسالة ردع أمريكية لإيران ووكلائها قبل وصول الوفد الأمريكي للمنطقة حسب مراقبين. في هذا السياق، وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن أجرى اتصالا جديدا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، شدد فيه على ضرورة تعزيز وضع وقدرات القوات العسكرية الأمريكية بجميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوترات الإقليمية. أمر أوستن بتسريع انتقال حاملة الطائرات USS أبرام لينكولن المجهزة بمقاتلات F-35C إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية بالشرق الأوسط. تعد USS أبرام لينكولن خامس حاملة طائرات من فئة نيمتس لدى البحرية الأمريكية، تتميز بقوتها الضاربة مع قطع أخرى تابعة لها. أيضا أمر أوستن بنشر غواصة الصواريخ الموجهة USS جورجيا، لديها القدرة على إطلاق الصواريخ الباليستية، تعمل بالطاقة النووية. كذلك هناك مجموعة حاملة الطائرات USS ثيودور روزفلت الضاربة في مياه الشرق الأوسط منذ عدة أسابيع، مما يمنح الولايات المتحدة وجودا ضخما في المنطقة. أما مجموعة USS واسب البرمائية الجاهزة تضم قوة من الآلاف من مشاة البحرية القادرين على العمليات الخاصة في البحر الأبيض المتوسط. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم كانت أعلنت الخميس الماضي عن وصول طائرات F-Raptor 22 التابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات مع إيران. تتميز F-22 Raptor بأنها ليست مجرد طائرة حربية، بل هي تجمع بين التخفي والسرعة الفائقة والقدرة على المناورة العالية. أيضا لديها القدرة على الاشتباك مع أهداف متعددة، مما يجعلها عنصرا أساسيا في استراتيجية السلاح الجوي الأمريكي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. من القاهرة الباحث في الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. كل الجهود تبذل لمنع توسع رقعة نطاق هذه الحرب، ولكن مع كل هذه الحاملات الطائرات التي ترسلها الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الآلة العسكرية الأمريكية التي إما تتواجد بالفعل في المنطقة أو في طريقها إلى التواجد، كم تمثل رسالة ردع لإيران؟ وباعتقادك كيف تغير المعادلة؟ هل فعلا يمكن أن تمنع إيران من توجيه ضربة لإسرائيل؟ أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك الكرام. الحقيقة ساعات متبقية ونعلم مصير هذه المواجهة ما بين إسرائيل وما بين إيران. إسرائيل تعلم جيدا أنها سوف تدفع ثمن مقابل اغتيال هنية في العاصمة طهران، وبالتالي هي تستدعي القدرات العسكرية الأمريكية، تستدعي الشريك الأمريكي في المنطقة، لأنها تعلم أن هذه الحرب لم ولن تستطيع أن تخوضها بمفردها، لا سيما وتعدد الجبهات حول إسرائيل. إسرائيل تعلم تماما أن تحرك حاملات الطائرات وتحرك الأساطيل الأمريكية في المنطقة كان السبب الرئيسي وراء تأخر الضربة الإيرانية، كان عامل ردع قوي جدا. إيران لا تريد أن تخوض حرب مباشرة مع إسرائيل، لأنها سوف تنهزم
بسبب التفوق العسكري الإسرائيلي والتفوق التكنولوجي والدعم الأمريكي والغربي اللامحدود لإسرائيل. وبالتالي هي بتمارس مواجهتها مع إسرائيل أو بتريد أن تنتصر من خلال النقاط وليس الضربة القاضية، بمعنى من خلال محور المقاومة. نعم. في المنطقة هي تعلم أن بقاء إسرائيل، أن إسرائيل تم إضعافها منذ 7 أكتوبر، وبالتالي بتركز على أن تكون جميع الضربات من خلال محور المقاومة. إسرائيل في حالة استنفار كامل من مغبة ضربة إيرانية محتملة، ده بيكلفها الكثير، بيكلفها ماديا أموال طائلة، بيكلفها معنويا إن الشعب بيفقد الثقة في الحكومة الإسرائيلية الغير قادرة على حمايته. كمان إسرائيل بطبيعة الجغرافيا ليس لديها عمق استراتيجي، وبالتالي هي لا تتحمل وصول صواريخ إلى العاصمة تل أبيب أو إلى أماكن حساسة كما حدث في إبريل الماضي، وبالتالي هي تستدعي الجانب الأمريكي. كمان ربطت تصريحاتها الأخيرة بأن هذه الضربات الإيرانية قد تعرقل المفاوضات، والحديث هنا على المفاوضات الحقيقة له معاني كثيرة، معاني إنها تعلم تماما حرص الولايات المتحدة الأمريكية على، لكن هناك طرف آخر يعرقل أيضا المفاوضات وهو إسرائيل التي تقوم بالتصعيد، على الرغم من أننا نقترب المفروض من عودة واستئناف المفاوضات مرة أخرى، ولكن بنظرة عسكرية سيادة اللواء، يعني كل هذه الأعداد من حاملات الطائرات وكل هذه الأسلحة التي تدفع بها الولايات المتحدة الأمريكية، هل يعني ذلك أن ربما لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل معلومات استخباراتية تقول أن الرد الإيراني حجمه سيكون أكبر بكثير من ما حدث في إبريل؟ لأنه ما حدث في إبريل كان رمزي بشكل كبير، يعني لم تؤثر ضربة إيران بأي شكل من الأشكال على إسرائيل. هل نحن أمام شيء مختلف الآن؟ دعيني أفكك سؤال حضرتك، سؤال مهم جدا ومركب. أولا، ضربات إيران في إبريل الماضي كانت رمزية وكانت شكلية، لكنها كانت مؤثرة، لأن منذ إنشاء دولة إسرائيل من سنة 48 وحتى الآن لم يستطيع صاروخ أن يدخل تل أبيب أو بئر سبع أو النقب أو حتى بالقرب من المفاعل في ديمونة. دي كلها كانت لها معاني رمزية ولكنها قوية، وبالتالي إسرائيل خلال هذه الفترة بتخشى من أن يكون الرد الإيراني عنيف وأن يصيب رمزية الدولة خاصة في تل أبيب. ده جزء. الجزء الثاني من السؤال أن يجب أن نفكك الصراع في المنطقة. الحرب الإسرائيلية ضد حماس ليست هي الحرب، يجب ألا نختزلها فحرب بين إسرائيل وحماس، ولكن لها أبعاد أخرى، بمعنى أنه هو جزء من صراع جيوسياسي ما بين القوى العظمى، ما بين أمريكا والغرب من جهة والاتحاد السوفيتي وإيران والصين من جهة أخرى، لتقليل النفوذ الروسي في المنطقة وتقليل الطموحات الصينية في المنطقة، وكمان الحد من التواجد الإيراني، من النفوذ الإيراني. أدي ده جزء. الجزء الثالث من هذا الصراع هو تنافس ما بين إيران وما بين إسرائيل. إيران خلال الفترة السابقة استطاعت أنها تربك المنطقة بالكامل وتخلق حالة من الفوضى من خلال يعني أزرعها المسلحة في المنطقة التي تحيط منطقة الخليج بالكامل وتحيط منطقة إسرائيل. يبقى إذن الصراع له 3 أبعاد، والولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تسمح بهزيمة إسرائيل بهذا الشكل، وبالتالي هي دائما ما، لأن لها مصالح. لكن إذا الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى عدم التصعيد واحتواء الموقف، يعني قبل أن تنزلق الأمور إلى حرب إقليمية، لماذا لا تلجم إسرائيل؟ هنا دي طبيعة علاقة خاصة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة إسرائيل بتوظفها جيدا بدرجة عالية جدا. هناك انتخابات قادمة في أمريكا، واللوبي اليهودي واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة له من القوة والقدرة على إدارة هذه العملية الانتخابية، وحضرتك تجد أن الجمهوريين والديمقراطيين في آن واحد بيتصارعوا على تقديم أي خدمات للدولة الإسرائيلية. ونتنياهو بيوظف هذا جيدا، وده كان واضح في خطابه أمام الكونغرس. الكل يسعى
إلى إرضاء إسرائيل، والكل يسعى إلى الحقيقة توظيف هذه الورقة الإسرائيلية في الانتخابات القادمة. ولكن حرب لن تفيد يعني إدارة بايدن التي تدعم الآن يعني بايدن وهاريس في هذه اللحظات، في هذه الأيام وهذه الأشهر قبل الانتخابات الرئاسية، وبالتالي كيف يمكن أن تذهب الأمور؟ يعني نحن أمام كل هذا التجيش العسكري الأمريكي في وقت تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها تريد تهدئة ولا تريد حرب، كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ أنا بشكر حضرتك برضو على السؤال ده. الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تريد تهدئة مؤقتة، تهدئة ذائفة حتى انتهاء الانتخابات، تهدئة في الإقليم بالكامل، بمعنى ليست تهدئة في غزة فقط ولكن على الجبهة اللبنانية وعلى الجبهة السورية والعراقية والإيرانية واليمنية حتى السودان. حتى حضرتك تلاحظي هذه الأيام هناك مؤتمر جنيف للسودان، هي تريد تهدئة في الإقليم، تريد أن توظف هذه الورقة لصالح الديمقراطيين، أن الديمقراطيين استطاعوا أن يقوموا بعملية اختراق للأزمة في الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على احتواء منطقة الشرق الأوسط وما زالت هي القوة المسيطرة، وأنها لم تتخلى عن هذه المنطقة وتترك فراغ لقوة كبرى أخرى يمكن أن تحل محل القوات الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد يعني تهدئة مؤقتة لكن لا تريد فوضى، بمعنى هي تريد أن تربك المنطقة، تريد أن تربك المنطقة لأسباب كثيرة جدا، منها قتل الطموح الصيني للاستثمارات الضخمة الصينية في المنطقة، طموح الصيني للحزام والطريق، تريد أن تقود هذه الفكرة، تقليل التواجد الروسي في سوريا، وخاصة أنه بدأ الحديث عن التواجد في السودان وتأجير جزيرة هناك، تحجيم التواجد الإيراني وعدم تهديد إسرائيل والتقليل من الطموحات النووية الإيرانية. كل هذا يدل على لسحب هذا الاحتقان، هل باعتقادك سيادة اللواء، سؤال أخير وسريع إذا سمحت، أنه الولايات المتحدة الأمريكية قد تسمح بضربة إيرانية صغيرة غير مؤثرة على غرار إبريل حتى لو كانت يعني لها هذا التأثير الذي أشرت إليه حضرتك قبل قليل، أم لن تسمح بأي ضربة إيرانية تجاه إسرائيل؟ هي تحاول أن تمنع أي ضربة إيرانية، ومنع ضربة إيرانية ده بمقابل، يعني إيران هي الأخرى تريد أن توظف عدم الرد، عايزة تستفيد من عدم الرد، بمعنى أن هناك الحقيقة خلافات داخل إيران ما بين التيار الراديكالي وبيمثله الحرس الثوري الإيراني وما بين الرئيس الجديد الذي ينتمي إلى الإصلاحيين واللي لديه أجندة لإرجاع إيران مرة أخرى إلى الغرب وتقارب وتغيير سياسة إيران. وإيران تقول أنها يمكن أن تستفيد من هذا الموقف بعدم الرد في مقابل، ما هو هذا المقابل الذي تبحث عنه إيران؟ المقابل هو نفوذ إلى حد ما في المنطقة، الإفراج عن بعض المجمدات المالية الإيرانية لدى البنوك الغربية والبنوك الأمريكية، تخفيف حدة العقوبات الأمريكية، ثم الحديث على الملف النووي والحصول على بعض المميزات الأخرى من شراكة واستثمارات مع أوروبا، لا سيما وأن الرئيس الجديد يتحدث دائما حتى في حملته الانتخابية على أهمية التقارب مع الغرب، ولكن يجب أن يثبت أن السلوك الإيراني بدأ يهدأ في المنطقة وسلوك غير عدواني. لكن في حقيقة الأمر أن إيران ربما تظهر هذا الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، لكن ستظل أمام إسرائيل تحارب إسرائيل حرب غير مباشرة من خلال أزرعها المسلحة في المنطقة. شكرا جزيلا الباحث في الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد، شكرا جزيلا، كنت معنا من القاهرة. وفي استوديو الحدث لكن بعد الفاصل، دستور جديد وانتخابات وتأمين الحدود، شروط تركيا قبل الانسحاب من سوريا.
الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته. مية تكفي كل النازحين ما فيش، أكل يكفي كل النازحين ما فيش، الناس بتمشي فوق بعض. أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من مراكز الإيواء في منطقة شرق جباليا. إحنا تعبنا من تنقلنا من مكان لمكان. وين العدل؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ بقصف كل المصابين أطفال، نساء، كبار في السن. لا نريد منكم مساعدات، نريد الضغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا ونسائنا. مش عارفين وين نروح إحنا. الآن تحرق هذه المدارس ومراكز الإيواء. ما رضينا نطلع إحنا. مش عارفين إيش نعمل يا علي دخيل الله. موقف الحرب يا علي. أوقفوها تعبنا والله تعبنا. من حولك في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. خلوصي أكار وزير الدفاع التركي أن القوات التركية لن تنسحب من سوريا إلا بعد تلبية عدة شروط، ومن بينها تأمين الحدود، قبول الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات. يأتي هذا بينما أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل أيام أن اللقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد قد يعقد في دولة ثالثة حال الاتفاق عليها، لافتا إلى أنه ليس هناك شيء ملموس في هذا الصدد. أضاف أن الجانب السوري مستعد لعقد اجتماع دون أي شروط مسبقة. من إسطنبول معنا الأكاديمي والباحث السياسي دكتور مهند حافظ أغلو، ومن دمشق ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق. أهلا بكما على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. أبدأ معك أستاذ عبد الحميد، هناك الكثير من الجهود بذلت في هذا الطريق، طريق التطبيع بين سوريا، تطبيع العلاقة بين سوريا وتركيا، ولكن السؤال الآن وبعد هذه الشروط التي وضعتها تركيا للانسحاب من سوريا وهو الشرط والمطلب الرئيسي من قبل سوريا، هل يمكن أن تقبل سوريا بتطبيع العلاقات مع تركيا في ظل عدم رغبة تركيا الانسحاب الآن إلا بشروط؟ تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. بداية إذا سمحت لي أن أنوه إلى أن وزير الدفاع التركي شارل جولر وخلوص أكار هو وزير الدفاع السابق وليس الحالي. صحيح صحيح. هذا اللي إذا سمحت لي، وأنا كوني أحد ضيوفكم يعني وأنا سعيد باستضافتكم، ولكن فقط لهذا التنبيه هذا من جانب أساسي فيما يتعلق بالخبر. فيما يتعلق باليوم هذه التصريحات الجديدة هي جديدة قديمة حقيقة، وتحديدا من قبل وزير الدفاع التركي شارل جولر. هو بعد أن انتهت الانتخابات الرئاسية التركية خرج بهذا التصريح وتحديدا بعناوينه الثلاث: دستور جديد، انتخابات جديدة، وتفاهم مع بين الحكومة السورية والمعارضة. أنا أعتقد بأن دمشق ستقرأ هذه التصريحات الجديدة على من ناحيتين، الناحية الأولى على أنها تدخل سافر في الشأن الداخلي السوري، وبالتالي لا أعتقد بأن إمكانية تحقيق هذه المطالب التركية واردة وتأتي في سياق منطقي إذا ما كان هناك تفاوضات، وإذا ما كان هناك تفاوضات فأعتقد ربما هذه القضايا تطرح في الأروقة الخاصة في الاجتماعات الخاصة بعيدا عن التصريح. القراءة الثانية التي أتوقع أن تراها دمشق بأن هذه المواقف التي يطلقها وزير الدفاع التركي هي ليست منسجمة إلى حد كبير مع
الإرادة التي أبداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اللقاء مع الرئيس السوري والتوجه لتطبيع العلاقات، وكذلك لا تنطبق حتى مع الرؤية والنهج الدبلوماسي الذي نلمسه لدى وزارة الخارجية التي يقودها كان فيدان. بالتالي الجانب السوري ينظر إلى هذه المسألة على أنها ربما ينظر إليها بأنها نوع من أنواع التملص من التعهدات أو من المواقف التي طرحت في الآونة الأخيرة، خاصة بعد حادثتين لا بد من النظر إليهما بكثير من الموضوعية. الحادثة الأولى هي ردات الفعل على المواقف التركية المتوجهة نحو دمشق، سواء من خلال عمليات التي حدثت داخل تركيا من قبل اللاجئين وما حدث فيها، وكذلك الحوادث التي حدثت في الشمال السوري الذي يخضع للإرادة والإدارة التركية، وتطاول كثير من الموجودين من السوريين على رموز السيادة التركية في هذا الجانب. الجانب النقطة الأخرى في هذا الموضوع إن سمحت لي متعلقة أيضا بأن يبدو أن اليوم تركيا لم تجد أي سياق من وعبر حتى موسكو لكي توصل التعهدات التي تطلبها سوريا، ووصلت إلى مرحلة أن تريد تعهدات أو شيء تضمنه روسيا بما يتعلق بالانسحاب، ليس فوريا وانما بطريقه متدرجه. كل هذه دعني اسمع راي ضيفي في هذه النقاط التي اشرت اليها. دكتور مهند، الكثير ايضا من المحاولات التركيه لتطبيع العلاقه بين تركيا وسوريا، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان قد دعا نظيره السوري مرارا وتكرارا ل يعني زياره ولقاء، لكن الجانب السوري دائما يطلب تفاصيل واهداف لاي لقاء بين الجانبين. ما الذي تريده تركيا الآن بعد وضعها لهذه الشروط قبل الانسحاب؟ هذا مطلب رئيسي وأساسي بالنسبة لسوريا. نهارك سعيد أستاذ ضحى وجميع المشاهدين والضيف الكريم. يعني أختلف مع ضيفك الكريم بأن هناك عدم توافق ما بين تصريحات الدبلوماسية السياسية من الرئيس أردوغان ووزير خارجيته حكافيدان، وما بين تصريحات وزير الدفاع التركي تحديدا اليوم. أظن أن هذه التصريحات هي عبارة عن بالون اختبار للنوايا الحقيقية لدمشق، وهي رسائل سياسية بثوب عسكري. صحيح أنها أطلقت من وزير الدفاع، ولكنه ركز على نقطتين سياسيتين ونقطة ثالثة عسكرية. هذا يعني المطالب القديمة المتجددة لدى تركيا ثابتة، وأنها تريد بالفعل أن تكون هناك نوايا حقيقية من قبل دمشق. ويبدو أن صانع القرار السياسي التركي متخوف من عدم جدية دمشق في التحرك مع أنقرة للحفاظ على وحدة الأراضي وتأمين الحدود السورية بالكامل بالتعاون مع أنقرة. هذا ما تسعى عليه أنقرة مع دمشق، أن تؤمن الحدود الكاملة الجغرافية السورية بسبب وجود الكثير من الفصائل الإرهابية، سواء كانت قصدا كانت داعشا كانت الكثير من الفصائل الانفصالية التي تحاول بالفعل الصيد في الماء العكر والاستفادة من كل هذا الخلط وهذا الاختلاف وهذه هو الشاسعة ما بين دمشق وأنقرة. لذلك أظن أن الكرة اليوم في ملعب دمشق، وأن التصريحات متناسبة ومتوازية ما بين كل من المسار السياسي والمسار العسكري على لسان وزير الدفاع التركي. ما يهم تركيا في هذا هذه المرحلة هي أن تجد جدية حقيقية من دمشق، ويبدو أن حتى هذه اللحظة لم تلمس تلك الجدية في التعاون للميداني بشكل أساسي. قد يكون هناك حتى لقاءات على مستوى القيادة على مستوى الرئاسة، لكن هذا لا يمنع من أن هذه الشروط التي تطلبها تركيا ثابتة. إذا ما أرادت دمشق أن تكون جادة بالفعل عليها أن تلتقي مع أنقرة وتناقش هذه الشروط الأساسية، ومن ثم يتحدث لاحقا عن ما هو مستقبل الوجود العسكري التركي في الجغرافيا السورية. أما وقبل اللقاء المباشر والقرار المباشر من دمشق مع أنقرة بشكل ثنائي تحديدا، وليس أن يكون هناك لجنة رباعية، أو لأن وزير الدفاع قال اليوم أنه يمكن أن تكون لقاءات رباعية، ولكن ما يريده وزير الخارجية أن تكون لقاءات ثنائية مباشرة. وأظن أن هذا الذي سوف يضع الأمور في نصابها الحقيقي. هل دمشق مستعدة للذهاب مع أنقرة؟ دعني أسأل ضيفي عن استعداد دمشق وجدية هذه المطالب سوريا. أستاذ عبد الحميد، تعلم بأنه أمس حذر أو نبه بوتين الأسد بالابتعاد عن إيران والسعي لتطبيع العلاقات مع تركيا. هل ما زالت إيران تضغط على الأسد لعرقلة مسار التطبيع؟
لا أعتقد بأن إيران لها مصلحة في عرقلة مسار التطبيع تحديدا بين دمشق وأنقرة، لأن مصالح طهران مع أنقرة مصالح استراتيجية ولها حيثيات كثيرة، منها ما يتعلق بالجيوسياسة في المنطقة، الجغرافيا السياسية في المنطقة، وكثير من عناصرها تؤثر على الطرفين التركي والإيراني. الوضع في العراق وكردستان العراق أيضا له علاقة ويعتبر قاسم مشترك إلى حد كبير بين أنقرة وطهران. إذا كانت إيران لا تؤثر على الرئيس الأسد، ما الذي استدعى هذا التحذير من الرئيس الروسي بوتين إلى بشار الأسد؟ اليوم العلاقات القائمة بين موسكو ودمشق تسعى إلى أن تبلور هذه العلاقات بصيغة سياسية جديدة، وتحديدا الملف الشائك هو الملف السوري التركي. موسكو لها مصلحة وأهداف استراتيجية بعيدة المدى فيما يتعلق بإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين الجانبين، ترتبط مع تركيا بعلاقات تاريخية راسخة ولها أهداف مصلحية تكتيكية واستراتيجية متعلقة بإقلاق الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو حينما تقترب إلى أنقرة. لها علاقات استراتيجية اقتصادية تريد أن تجعل من تركيا أيضا قاعدة لتوطين الغاز الروسي لتصديره إلى أوروبا ويفيد كل هذه المنطقة. فيما يتعلق بسوريا، موسكو ليس من شك في أنها تبحث عن صورة انتصار سياسي على الأرض السورية. نعم. وهي تدخلت في سبتمبر أيلول 2015 في سوريا عسكريا، تريد اليوم أن تحيل ما أحدثته في سوريا من حضورها في قواعد طرطوس وفي قواعد تحميمية من الجوية، تريد أن تحيل كل هذه المكتسبات الميدانية إلى صورة سياسية أولها وأبرزها العلاقة مع تركيا، لأنها تحقق لروسيا ولسوريا ولتركيا وأعتقد حتى للمنطقة الكثير من الاستقرار والفوائد. لكن ما يتعلق بالجانب الإيراني، من الواضح بأن طهران لا تستطيع، وأقولها بكل صراحة، لا تستطيع أن تحدد وجهة الإرادة السياسية لسوريا فيما يتعلق بالملف التركي وفي كثير من الملفات، وقد أثبت التجارب ذلك. أنا سأترك ليرد على هذه النقطة والتأثير الإيراني على سوريا، وإذا كان فعلا هي لا تستطيع إيران أن تحدد بوصلة العلاقات السورية التركية، إيران أتحدث عنها هنا، باعتقادكم دكتور مهند هل هذا دقيق؟ على الإطلاق صحيح أن هناك تقاطعات في المصالح والتنافسات ما بين طهران وأنقرة، ولكن الوجود العسكري، لا أعني هنا السياسي ولا أعني هنا الضغط السياسي الملقى من قبل طهران على دمشق، بل الوجود العسكري الإيراني الميداني هو الذي قد يكون المعوق الأساسي في محاولة روسيا لجمع وجهات النظر وتقريب وجهات النظر ما بين كل من النظام السوري وأنقرة. هذه مشكلة حقيقية. الميليشيات الإيرانية الموجودة في الجغرافيا السورية والتي من خلالها والتي تستغلها وتستخدمها بطبيعة الحال طهران بشكل أساسي، تريد هذا التقويض وتريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه، ولكن هي في النهاية تبقى في الجغرافيا السورية. أنا أعود لسعي تركيا لتطبيع هذه العلاقات. تركيا هي التي تبذل الجهد الأكبر لتطبيع هذه العلاقات. هل يمكن أن تقدم تنازلات مثلا في طريق هذا التطبيع، يعني أن تقوم بتفعيل اتفاقية أدنى، أن تسمح صحيح بالتواجد التركي ولكن أيضا بوجود قوات سورية على الحدود وليس قوات تركية؟ يعني من حيث المبدأ والإطار العام لا أظن أن تركيا تمانع حقيقة من أن يكون هناك جدولة للانسحاب، ولكن لابد من أن يكون هناك لقاء مباشرا على مستوى القادة لوضع خارطة طريق حقيقية جديدة، سواء من اتفاقية أدنى معدلة أو اتفاقيات جديدة ترسمها الدولتان للوصول إلى ما يجب الوصول إليه من تحقيق أهداف وحدة الأراضي الجغرافية التركية والسورية على حد سواء والأمن القومي لكلا الدولتين. ولكن المشكلة الأساس والتي لدى أنقر قناعة ما بأن هناك تعاونا وثيقا ما بين كل من قسد ودمشق، وهذا ما يجعل تصريحات دمشق بأن قسد مجموعة انفصالية في محل شك وفي محل نظر، ويجب أن تؤكد دمشق بأن هذه التصريحات حقيقية وأن الأفعال تنعكس ولن يبقى هناك تعاونا ما بين أنقرة ما بين دمشق وقسد بشكل أساسي. للأسف الوقت انتهى، شكرا جزيلا لكما الأكاديمي والباحث السياسي دكتور مهند حافظ أغلو، كنت معنا من إسطنبول، والصحفي الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. وفي استوديو الحدث لكن بعد الفاصل.
عقيلة صالح يستنكر تصرفات حكومة الدبيبة تجاه مصر. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته. مية تكفي كل النازحين، مفيش أكل إناء يكفي كل النازحين، مفيش الناس بتمشي فوق بعض. أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من مراكز الإيواء في منطقة شرق جباليا. إحنا تعبنا من تنقلنا من مكان لمكان. وين العدل؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ بقصف كل المصابين أطفال، نساء، كبار في السن. لا نريد منكم مساعدات، نريد الضغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا ونسائنا. مش عارفين وين نروح إحنا. الآن تحرق هذه المدارس ومراكز الإيواء. مش عارفين ايش نعمل. يا علي دخيل الله، موقف العرب يا علي، اوقفوها، تعبنا والله تعبنا. البرلمان الليبي تصرفات حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها تجاه مصر. قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في بيان أن تصرفات حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها وسحبة الثقة منها لا تمثل الشعب الليبي. جاء ذلك إثر قيام حكومة الدبيبة بإبلاغ مسؤولين بالمخابرات المصرية يعملون في سفارة بلادهم في طرابلس، أبلغتهم استياءها الشديد ورفضها للخطوة الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة المصرية باستقبالها من سمتهم أجساما موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي، في إشارة لاستقبال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد. ووصف البيان هذه الخطوة بأن خروج عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة ليبيا إلى حالة الانقسام، مؤكدا أن تتنافى مع الدور المصري والعربي والإقليمي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها. أكد البيان أن الشعب الليبي لن يقبل بالعودة مرة أخرى إلى زمن الحكومات الموازية، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات التي وصفتها بالأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب. وختم البيان بتأكيد وزارة الخارجية على أن احترام سيادة الدول هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات. من طرابلس ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي محمد محفوظ، ومن القاهرة عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا دكتور عماد جاد. أهلا بكم على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. أبدأ من طرابلس معك أستاذ محمد، لماذا اختارت حكومة الدبيبة أن تصعد الآن مع مصر وتبدي كل هذا الكم من الاستياء، على الرغم أنه ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر يعني شخصيات من حكومة الشرق؟ مرحبا بك أستاذة ضحى وبالضيف الكريم وكل مشاهدي الحدث الكرام. المصادر الرسمية التي تتحدثنا في طرابلس بأن ردة الفعل هذه التي توصف بأنها ردة فعل كانت غاضبة وغاضبة بشكل كبير، وربما تأتي في سياق باعتبار أن الحكومة المصرية كانت قد استقبلت دبيبة في 4 يوليو الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة وعقدت معه جلسة مباحثات،
ومن المعلوم لدى الجميع سيدة ضحى أن هناك العديد من الشركات المصرية التي تعمل هنا في طرابلس والتي أوكلت لها العديد من المشاريع، وبالتالي الحكومة هنا تتحدث بأنها كانت تبني وتوطد العلاقات مع جار مصر بشكل قوي وبشكل فعال. هذه الزيارة ربما أربكت هذه العلاقة. الحكومة لا تريد أن يتعامل معها أو تتعامل الحكومة المصرية مع الأطراف الأخرى التي توصف بين ضفرين بأنها موازية والتي لا تخضع أو التي لا تحظى بالأحرى للاعتراف الدولي. أنا أعتقد أن المسألة المهمة التي يجب توصيفها بشكل سريع سيدة ضحى حتى لا أطيل، من أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الملف تحديدا وفق المصالح الاقتصادية، أي أنها باختصار استقبلت دبيبة في يوليو الماضي وعقدت معه جملة من المباحثات واتفقوا على العديد من المشاريع المشتركة، والشركات المصرية لا زالت إلى حد اللحظة تشتغل هنا في طرابلس. أيضا اللقاء الذي عقد بالأمس بين أسامة حماد ومصطفى مدبولي يظن أنه يأتي في إطار الشراكة الاقتصادية، أن مصر تريد أن تحظى بحظ أكبر وبنصيب واسع من المشاريع إعادة الإعمار تحديدا التي تقوم بها السلطات هناك في منطقة شرق ليبيا عبر صندوق إعمار ليبيا، والذي رئيسه بالقاسم حفتر كان ضمن الوفد الذي ذهب مع أسامة حماد، وأيضا تريد أن تحظى بنصيب من المشاريع الموجودة هنا في طرابلس. وبالتالي الحكومة المصرية تتعامل بحالة مرونة في التعامل مع السلطتين وفق المصالح الاقتصادية في تقديري، بعيدا عن حالة أنني أعترف بهذه الحكومة أو تلك. ولماذا أثار ذلك استياء الحكومة إذن؟ هذا أمر غير مفهوم للحكومة. الحكومة تريد أن توصل رسالة أنكم إذا ما أردتم أن تعقدوا معنا شراكات اقتصادية عليكم أن تلتزموا بالمنظومة الأممية وبقرارات الأمم المتحدة، وأيضا الجامعة العربية باعتبار أنها تعترف بهذه الحكومة أنها حكومة شرعية. مسألة المصالح الاقتصادية هي غير مقبولة بأن تدخل في إطار استقبال رسمي، أي أنه لا بأس بأن تكون هناك لقاءات يعني سياسية أمنية مقبولة ولكن اقتصادية غير مقبولة. دعني أسمع رأي ضيفي أيضا حول هذه النقطة. في الحقيقة هناك من يتساءل أنه رغم تنصيبه منذ عدة أشهر اختارت مصر الآن أن تستقبله، أتحدث هنا عن رئيس الحكومة يعني المكلف من البرلمان أسامة حماد، هل لماذا الآن باعتقادك؟ لا أستاذة ضحى، يعني لا يمكن أن نختصر المسألة في الزيارة التي تمت بالأمس. لو عدنا إلى بدايات انفجار الأزمة في ليبيا والانقسام ما بين شرق وغرب، وهو أمر مصر تعمل على معالجته منذ اللحظات الأولى، وحينما استعانت حكومة الغرب بالقوات التركية وأردوغان وضع الخريطة أمامه وقال أنه يسعى للسيطرة على سرت والجفرة والمناطق التي توجد في الشرق، يعني رد الرئيس المصري نفسه وقال هذا الأمر خط أحمر، واستعرض القوات المصرية الموجودة بمعنى أنه يمكن أن يدافع عن الشرق، لأن تركيا كان لديها تنسيق مع الجماعات السلفية الإرهابية، بعضها تسلل إلى مصر، وشهدنا حادث الواحات الذين جاءوا من ليبيا بقيادة متطرف ليبي ومعهم متطرف مصري ومصريون كسر وتم مواجهتهم. فهذا الأمر ليس بجديد، يعني مصر تحافظ على علاقة متوازنة ما بين الشرق والغرب. هل السؤال هنا لضيفك من طرابلس، هل لا يوجد انقسام؟ هل لا يوجد الجيش الوطني الليبي في الشرق وقوات عسكرية تشتبك مع بعضها البعض في الغرب؟ هل لا يوجد بنك مركزي منقسم؟ هل لا توجد مشاكل وفوضى؟ مصر لا مصلحة لها. ومحاولة إشارة الصديق أو الزميل من ليبيا لأن مصر وكأنها تضع العامل الاقتصادي فقط في المقدمة، لا سيدي، العامل الأمني والسياسي يتقدم العامل الاقتصادي، فمصر لا تسعى إلى صحيح شركات المصرية يمكن أن تستفيد من إعادة إعمار ليبيا مثلما تستفيد من إعادة إعمار السودان، لكن أرجوك ألا تضع في رأسك مثل هذه الأفكار أن هذا هو المحرك الرئيسي والوحيد لمصر. لا،
مصر أمنها القومي أمر مهم، حدودنا معاكم أكثر من 1000 كيلو، نريد ضمان عدم تسلل الإرهابيين والجماعات المتطرفة. طيب دكتور عماد، وهذا موقف مصر منذ البداية أراضينا. ولكن هل لافت أيضا أنه مصر لم ترد مثلا على هذا البيان من قبل حكومة الحكومة المعترف بها دولين، حكومة دبيبة؟ المعترف بها دوليا، لكن الواقع هناك انقسام وهناك حكومتان. صحيح صحيح، ولكن هل متوقع أن ترد مصر، وهل مستغرب أن مصر لم ترد على هذا البيان حتى الآن؟ لا لا لا، لأنه مصر أكثر حكمة واتزانا من ذلك، بمعنى أنها تفضل عدم تصعيد الموقف حتى تلعب دورها. لابد أن تفتح على الجميع، ولابد أن تتعاون مع الجميع، ولابد أن تتصل بالجميع. وبالتالي في الشرق هم ليبيون وعسكريين ليبيون وسياسيون ليبيون، والبرلمان الليبي موجود في الشرق. فالذي تواصلت معهم مصر في الشرق هم أبناء ليبيا، وليسوا وافدون من تركيا أو من دول خارج ليبيا. وبالتالي مثل هذا التصريح الشديد من جانب حكومة الدبيبة، أتصور أن الدبلوماسية المصرية ستتجاوز عنه ولن تنزل إلى مستواه. أذهب لضيفي إذن، والمتوقع بعد ذلك من طرابلس، هل نتحدث هنا عن أزمة حقيقية الآن بين هذه الحكومة وبين مصر، أم أزمة عابرة واستياء أعربت عنها حكومة الدبيبة؟ ينتهي هنا الموقف. اسمحي لي أستاذة ضحى من فضلك أن أرد على الضيف العزيز ونوضح لها نقطة مهمة. عندما قصدت الجانب وذكرت الجانب الاقتصادي، أنا أقصد فيما يتعلق ببرنامج الزيارة الذي جمع مدبولي بتبيبة في يوليو الماضي، وأيضا فيما يتعلق بحمد. أما فيما يتعلق بالتنسيق الأمني والمصالح الأمنية والقومية المشتركة بين ليبيا ومصر، الحكومة في طرابلس لم تعترض عندما تلتقي قيادات مصرية مع حفتر وأيضا مع عقيلة صالح باعتباره مجلس النواب. الأمر يتعلق بالتواصل مع الحكومة الأخرى فقط، أي أن الجانب الاقتصادي عندما ذكرته باعتباره الجانب الهام في اللقاء الذي جمع مدبولي بأسامة حماد ورئيس صندوق أعمار ليبيا، هذا هو الاستشهاد. ولم أختزل التواصل، وأن الجانب المصري لا يهتم إلا بالجانب الاقتصادي فقط، هذا ليس المقصد الأساسي في حديثي. أما فيما يتعلق في الخطوات القادمة، أنا أظن إلى حد اللحظة لم يخرج رد مصري من الجانب المصري تجاه هذه الخطوة. نحن نحتاج إلى إجابات واضحة ورسمية من الجانب المصري على هذه الخطوة التي قامت بها حكومة. لماذا تعتقد أن مصر عليها أن تقدم إجابات، وإجابات على ماذا؟ إجابات سيدة ضحى بقدر يعني ردة الفعل تجاه ما قامت حكومة دبيبة. هل سيكون هناك تصعيد في المقابل باعتبار أن هناك سفارة موجودة في القاهرة؟ هل سيكون هناك تعاطي أو سيكون هناك تعاطي بحالة من الحكمة بين الطرفين، بحيث أنه لا يكون هناك تصعيد أكثر مما هو عليه الآن، وستبقى السفارة تشتغل هنا في طرابلس؟ هذا هو المهم. ردة الفعل المصرية هي التي نستطيع من خلالها الإجابة على سؤالك فيما ماذا بعد، ماذا بعد هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة؟ هل سيكون هناك تصعيد أكثر، أم أنه الاكتفاء بهذه الحالة من بيان الاستنكار من حكومة الدبيبة؟ هل تتوقع الاكتفاء من بيان الاستنكار من حكومة الدبيبة، أم أنه العلاقات أمام أزمة حقيقية الآن؟ من مصلحة الدبيبة أن لا يعادي دولة جارة لها بمعنى تأثير كبير في المشهد السياسي الليبي، وتقوم بدور وساطة أيضا كبير. نعم أستاذ ضحى، وتقوم بدور وساطة أيضا كبير بكل تأكيد، وخاصة في اجتماعات القاهرة التي جمعت تكالة برئيس مجلس الدولة برئيس مجلس النواب، وأيضا الاجتماعات التي عقدت في يوليو الماضي في 18 فيما يتعلق بالمجلسين والحكومة الجديدة وغيرها. بالتالي من المصلحة السياسية حتى يثبت شرعيته الدولية بأن لا يكون هناك حالة عداء مع الأطراف الإقليمية الفاعلة، بكل تأكيد الاستكفاء أو الاكتفاء بحالة الرد التي قامت بها أظن أنه هو الأمر الراجح، ما لم يكن هناك ردود فعل أقوى من الجانب المصري التي لا أتوقع أن تحدث بكل تأكيد. دعني أسمع رأي ضيفي. دكتور عماد، لديك تعليق بكل تأكيد على كلام ضيفي، ولدي دقيقة واحدة، تفضل.
يعني ما أود أن أؤكد عليه أنني أريد أن أقول لضيفك المحترم من طرابلس، يعني لا تستخدم كلمة تصعيد مصري وتستخدم أن إجراءات ضد السفارة وأمور من هذا النوع. سيدي الفاضل، الحكومتان كل منهما تمثل جهة رسمية ليبية، حكومة الدبيبة تمثل جهة، حكومة أسامة حماد مكلفة من البرلمان، وبالتالي إذا ما كان ينبغي على طرف أن يقوم بوساطة فينبغي أن يحتفظ بعلاقات مشتركة مع الجميع وعلاقات ودية مع الجميع. أؤكد لك أن مصر حينما حتى واجهت تركيا، القوات التركية التي كانت تزحف إلى الشرق، كان يهمها الأمن والاستقرار في ليبيا ووحدة الأراضي الليبية. نعم، شكرا جزيلا. واستقلال القرار الوطني الليبي. نعم، شكرا جزيلا لكم يا عضو لجنة ولا يوجد مجال الخارجية في البرلمان المصري سابقا دكتور عماد جاد، وأيضا ضيفي الكاتب والباحث السياسي محمد محفوظ، كنت معنا من طرابلس. عضو، ألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثا عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. اليوم حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الانتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم سريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. رحى حروب لا تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان.
ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غير مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم في نكتة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من استوديو الحدث وإلى أبرز العناوين. إسرائيل تتوقع هجوماً إيرانياً قبل 15 من أغسطس، وواشنطن ترسل أسطولاً بحرياً للدفاع عنها. عباس يصل موسكو ويعلن عن خطة لدى الحكومة الفلسطينية لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار الشامل لقطاع غزة. استقالة مفاجئة لمحمد جواد ظريف من منصبه كمساعد للرئيس الإيراني بعد 10 أيام على تعيينه. وزير الدفاع التركي يشترط الانسحاب من سوريا، الاتفاق على دستور جديد، إجراء انتخابات وتأمين الحدود. من الفيضانات إلى الحرائق، كوارث طبيعية تضرب عدة دول عربية. أصدر قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بياناً مشتركاً بشأن الشرق الأوسط. بحسب البيان أو بحسب ما جاء فيه، فإن الدول الثلاث رحبوا بجهود التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة. كما قال البيان الأوروبي إنه يتعين أن تنتهي المعارك الآن وأن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس. دعوا إيران وحلفائها إلى الإحجام عن شن هجمات من شأنها تصعيد التوترات الإقليمية. أوضح البيان أنه يتم العمل مع جميع الأطراف لمنع التصعيد، حيث سيتم بذل أقصى الجهود لتهدئة التوترات وإيجاد سبيل نحو الاستقرار في غزة. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو اليوم، حيث يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين. قال عباس قبيل وصوله إنه توجد لدى الحكومة الفلسطينية خطة لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار الشامل لقطاع غزة. أضاف عباس أن فلسطين مستعدة لعقد مؤتمر دولي للسلام يتم خلاله حل كافة جوانب الوضع النهائي للقضية الفلسطينية، مضيفا أن الحل الاستراتيجي للقضية الفلسطينية يتلخص في إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال، مشددا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وفق لحل الدولتين الذي يحترم القانون الدولي وبضمان المجتمع الدولي والأمم المتحدة. أفيد أن عباس بعد إنهاء زيارته لموسكو سيتوجه إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أن يلقي خطابا أمام البرلمان التركي.
من رام الله ينضم إلينا الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. إذن يتوجه رئيس السلطة الفلسطينية إلى روسيا، ما هي تفاصيل هذه الخطة التي يشير إليها الرئيس محمود عباس بأن لديه خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، ولماذا يطرحها على روسيا؟ بالطبع هذه الزيارة هامة لروسيا الاتحادية، وخاصة في ظل موقف روسي يسند قضايا شعبنا الفلسطيني، وأيضا ينسجم مع الموقف الفلسطيني الذي يطالب بوقف الحرب الإبادة بشكل فوري، وأيضا إنقاذ أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتوسيع إدخال المواد الإنسانية، وأيضا رفض كلي للتهجير، وعملية سياسية كما يعني تحدثت روسيا أكثر من مرة، عملية سياسية من خلال مؤتمر دولي ينهي الاحتلال والاستعمار، ويقيم دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ويحقق حق العودة للاجئين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. لهذا الأمر يعني أنا بعتقد أنه حرب الإبادة المستمرة، يعني نتحدث اليوم عن 300 نتحدث عن دخول الشهر 11 في هذه الحرب العدوانية والإجرامية، 309 أيام من حرب الإبادة، وعجز للمجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب من خلال الشراكة الأمريكية الاحتلالية في مواصلة ذلك، وهم يتحدثوا عن وقف الحرب باشتراطات لها علاقة باليوم التالي بغير ذلك، ونحن نقول أنه ما يسمى اليوم التالي هو يوم فلسطيني، لا يمكن أن يكون إلا يوم فلسطيني، لذلك الحديث يتم عن وبالتالي ما الذي سيناقشه محمود عباس محمل الألقاب بكل تأكيد في روسيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما ملامح هذه الخطة؟ بالطبع يندرج في إطار الحديث حول مثلا المسألة الأولى والأساسية والهامة في هذا السياق، وهو وقف الحرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، رفض الانفراد الأمريكي والشراكة الأمريكية مع الاحتلال في استمرار هذه الحرب العدوانية والإجرامية، والخطط الهادفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بالدولة وحق العودة، والأمر الثالث وهو رفض كل لما يتعلق باستراتيجيات الاحتلال الهادفة للتهجير وغير ذلك لأبناء شعبنا الفلسطيني، والأمر الأخير وهو أن لابد أن يكون هناك عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال والاستعمار، وتفضي إلى حقوق الشعب الفلسطيني. الموقف الروسي يعني يقف إلى جانب نضال وكفاح شعبنا الفلسطيني، وهو متفق على أساسيات لها علاقة بهذا الأمر، إضافة إلى الموقف الصيني والعديد من دول العالم، الأمر الذي يستوجب أن يتضافر كل الجهود من أجل وقف فوري لهذه الحرب العدوانية والإجرامية. لماذا الآن الذهاب إلى روسيا دكتور واصل؟ لماذا الآن الذهاب إلى روسيا كما تعلم أن وفد حماس ذهب مرتين لروسيا منذ 7 أكتوبر؟ يعني أنا بعتقد أنه الذهاب اليوم إلى روسيا أمام استمرار وإمعان الاحتلال بالشراكة مع الإدارة الأمريكية في مواصلة هذه الحرب، لا يوجد أفق لوقف الحرب، يوجد عجز دولي عن وقف هذه الحرب للضغط على الاحتلال لوقف هذه الحرب، واستمرار هذه الحرب يعني في كل لحظة هناك دم فلسطيني ينزف، هناك تدمير، هناك قتل للمدنيين الأطفال والنساء، هناك مجازر ترتكب، وبالتالي لابد من ذلك. ولكن سؤالي أنا بعتقد روسيا من لها من ثقل. إذا كانت السلطة الفلسطينية ترى أن روسيا يمكن أن تلعب دورا في هذه المرحلة لوقف إطلاق النار أو لما بعد أو في اليوم التالي للحرب، لماذا الذهاب الآن وليس قبل ذلك؟ حماس ذهبت مرتين منذ 7 أكتوبر، والآن حماس تذهب بتوجهات غير التي تذهب بها السلطة الفلسطينية، أم نحن نتحدث عن خطة واحدة؟ لا، خطة بعتقد أنه خطة واحدة متكاملة تستند إلى الموقف الوطني الفلسطيني الجامع، لأنه إحنا يعني كان هناك العديد لم تقف أو لم توقف الاتصالات الجارية والمكثفة مع الاتحاد الروسي لحظة واحدة، وهناك كما ما هو معروف كان هناك اجتماع للفصائل في خضم حرب الإبادة قبل أشهر في موسكو، وكان هناك إعلام موسكو الذي يتحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وحكومة توافق وطني مسؤول عن كل أراضي الفلسطينية المحتلة ما فيها قطاع غزة والضفة والقدس، وأيضا عملية سياسية تقود إلى حقوق الشعب الفلسطيني المسنودة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. هذا الأمر الذي يعني الموقف الروسي الذي نعتز به ونؤكد عليه. أيضا هناك استفراد أمريكي في المنطقة من خلال الشراكة الأمريكية والتغطية على جرائم الاحتلال، وهذا الأمر لابد أن يتم كسره من خلال موقف روسي صيني دول البريكس وغيرها، المستند إلى أهمية أن يكون هناك تضافر للجهود لوقف الحرب أولا، ولعملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال والاستعمار، وتوقف حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. نعم. طيب كما تعلم نتنياهو أمام الكونغرس تحدث عن خطة وصفت بالغامضة، عن غزة منزوعة السلاح وخالية من المتشددين، هل لدى السلطة الفلسطينية خطة
واقعية يمكن أن تنفذ سواء الآن أو في اليوم التالي للحرب؟ نعم، نحن أخبرنا كل أصدقائنا أن الخطة الفلسطينية تستند إلى مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية وأداتها السلطة الوطنية الفلسطينية كمسؤولة عن كل الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في قطاع غزة أو بالضفة أو القدس، وهذا الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك مسؤولية فقط للمرجعية الفلسطينية الشاملة التي هي مسؤولة عن ذلك. لا هناك لا إمكانية للحديث عن فصل قطاع غزة وإيجاد إدارات أجنبية أو دولية أو غير ذلك، وبالتالي العملية السياسية التي تقود إلى ذلك هي من خلال حكومة توافق وطني فلسطيني مسؤول عن كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن أيضا يتطلب الأمر في اليوم التالي مسؤولية الإعمار، مسؤولية إنقاذ أبناء شعبنا الفلسطيني. نتحدث عن 150 ألف بين شهيد وجريح ومفقود وتحت الركام، وهذا الأمر الذي يجعل من اليوم التالي هو يوم فلسطيني بامتياز، وهذا الأمر الذي نسعى لأجل تحقيقه رفضا اليوم لكل الفلسطيني بامتياز كما تقول التي يحاول هل حماس موجودة فيه؟ حماس هي جزء من النسيج المجتمعي الفلسطيني، وهي فصيل الفصائل الفلسطينية التي بطبيعة الحال لها دور فيما يتعلق بالمشاورات التي تجري حول مسألة الترتيبات المتعلقة بهذا الأمر. أنا أسأل عن اليوم التالي. أنا بعتقد هل حماس موجودة فيه؟ بالتأكيد هناك توافق، نعم هناك توافق، حتى في إذا تابعتم ما صدر عن إعلان موسكو أو إعلان بكين مؤخرا الذي صدر حول الوحدة الوطنية الفلسطينية والتي وقعت عليه أيضا حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنا بعتقد واضح تماما أنه في هناك دور بالمشاورات التي تجري مع الجميع وفي إطار حكومة توافق وطني مسؤول عن كل أراضي فلسطين المحتلة، لأن اليوم التالي عندما نقول أنه يوم فلسطين لابد أن يكون هناك مسؤولية مضاعفة أمام هذه الحكومة التي تتشكل بتوافق وطني فلسطيني جامع. هذه الحكومة هل ستشمل حماس؟ هل ستشمل حماس التي قال عنها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فقط منذ أسابيع يعني قليلة جدا قال إنه يحمل حماس المسؤولية كما إسرائيل في هذا العدوان الذي يمارس في قطاع غزة بسبب تصرفاتها غير المسؤولة؟ نحن هناك فرق كبير ما بين حكومة تتشكل من فصائل فلسطينية أو حكومة تتشكل من كفاءات بمشاورات تجري مع الفصائل الفلسطينية. نحن نتحدث عن حكومة مستقلين أو كفاءات وطنية تقوم بمهامها في ظل حرب الإبادة التي استمرت لهذه الفترة الطويلة من أجل إعادة الإعمار ومن أجل النهوض بأبناء شعبنا الفلسطيني. ودعيني أشير لمسألة هامة، أنه لولا الصمود الفلسطيني ولولا المقاومة الفلسطينية لحقق الاحتلال أهدافه المتمثلة بما تحدث عنه نتنياهو من أجل أهداف هذه الحرب العدوانية والإجرامية، ولكن الهدف الرئيسي الذي حققه هو قتل مزيد من الأطفال والنساء والتدمير الذي شهده العالم أجمع. لذلك نحن نتحدث عن حكومة مسؤوليتها عن الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية المثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذي يحاول نتنياهو من خلال الحديث عن اليوم التالي فصل قطاع غزة من أجل الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية، وأيضا المساس بالتمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. حينما سألتك عن واقعية هذه الخطة التي يعني يناقشها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كنت أتحدث أيضا عن الوضع الراهن. نحن نتحدث عن موقف متأزم للغاية، تعثر إعادة واستئناف هذه المفاوضات، تصعيد مستمر من قبل إسرائيل آخره قصف مستشفى التابعين، وبالتالي هل واقعي الحديث عن إعادة الإعمار وعودة اللاجئين؟ هل هذه خطة واقعية؟ أم يجب أن تنصب الأمور الآن على توحيد الصف في القتال؟ هذا صحيح، لذلك الوحدة الوطنية الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني بمشاورات مع كل الفصائل الفلسطينية وأيضا تعزيز الصمود الفلسطيني وإعادة الإعمار هي مهمات رئيسية بطبيعة الحال أمام الضغوط التي تجري الآن من أجل وقف هذه الحرب العدوانية والإجرامية. لهذا الأمر عندما نتحدث على اليوم التالي نتحدث عن خطة متكاملة لها علاقة بالوضع الفلسطيني بما فيها أيضا أهمية أن يكون هناك مؤتمر دولي يتحدث عنه روسيا الاتحادية والصين وغيرها من دول العالم لأن يكون هناك عملية سياسية تنهي الاحتلال والاستعمار وتصل شعبنا الفلسطيني إلى إقامة دولته على كل الأراضي المحتلة سواء في قطاع غزة أو الضفة الفلسطينية أو القدس العاصمة، وأيضا حق العودة للاجئين. هذه الثوابت يعني ضحى الشعب الفلسطيني وقدم تضحيات جسام في سبيل تحقيقها ولن يحيد عنها، لذلك هو يستمر في نضاله وكفاحه شعبنا الفلسطيني ومقاومته وصموده من أجل تحقيق ذلك. شكرا جزيلا دكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كنت معنا من رام الله.
طالبت حركة حماس الوسطاء بتقديم خطة تعتمد على المحادثات السابقة بدلا من الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة. حماس دعت في بيان لها الوسطاء لتقديم خطة لتنفيذ ما عرضوه عليها تمت الموافقة عليه بتاريخ 2 يوليو المنصرم. هذا كان قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر قد دعوا الأسبوع الماضي إسرائيل وحماس إلى الاجتماع لإجراء مفاوضات في 15 أغسطس الجاري لوضع اللمسات النهائية على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور عمرو الشبكي المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. باعتقادك بهذا البيان من قبل حماس، كيف قرأته؟ يعني هل ترفض حماس بشكل غير مباشر جولة التفاوض الجديدة أم هناك قراءة مختلفة لهذه التصريحات من قبل حماس؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. يعني هي في الحقيقة حماس تريد أن تسلط الضوء على أسباب تعثر المفاوضات السابقة والتي يتحمل فيها ذلك بشكل أساسي، ربما ليس وحيد، هو رئيس الوزراء الإسرائيلي. هي تذكر الجانب الإسرائيلي بأنه هناك شوط قد قطع، هناك أطروحة أو ما قدمه الرئيس الأمريكي بايدن، وكان يفترض أنه المقترحات التي قدمها هي مقترحات بالأساس كانت مقدمة من الجانب الإسرائيلي، وأنه من تخلى عنها ومن تراجع عن جانب أكثر من جانب من بنودها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بحق المواطنين الفلسطينيين في التنقل والذهاب مرة أخرى نحو الشمال دون قيود أو عوائق، مسألة الترتيبات عمليات تبادل الأسرى والانتقال من الهدنة المؤقتة إلى وقف كامل لإطلاق النار حتى لو لم ينص على مسألة وقف كامل لإطلاق النار. أنا أعتقد أنه الشهر الماضي شهد تراجعات واضحة من رئيس أو الوزراء الإسرائيلي، وبالتالي حماس تريد أن تعيد الكرة مرة أخرى إلى ما كان عليه الحال قبل تملص نتنياهو من مقترحات الرئيس الأمريكي التي كانت في جوهرها مقترحات إسرائيل. هل هذا الرد من قبل حماس يعطي الفرصة مرة جديدة لإسرائيل أن تواصل تصعيدها باعتقادك؟ يعني طبعا إسرائيل دائما تبحث عن ذرائع وعن حجج لمواصلة العدوان في قطاع غزة. في كل الأحوال التحدي الآن هو أنه يعني حتى لو أعلنت حماس من جانب واحد وقف إطلاق النار وقررت إيقاف أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل، لا توجد ضمانة أن إسرائيل لا تستمر في عملية استهداف المدنيين والعمل على تهجير ما تستطيع من الشعب الفلسطيني خارج غزة. الحقيقة أنه التحول الذي حدث في الأسابيع الأخيرة يقول أو يشير إلى ضعف حقيقي في بنية وقدرات المقاومة المسلحة وعناصر حركة حماس مقارنة بما كنا نشاهده والأرقام التي كانت معلنة في 6 أشهر الأولى من عمليات استهدافة الجيش الإسرائيلي وأصابت عشرات من جنوده طوال الفترة 6 أو 7 أشهر الأولى. الوضع الآن اختلف تماما، حماس أضعفت بدرجة كبيرة، وبالتالي حتى لو حماس هذا هو التحدي راجعت موقفها، أعلنت حتى وقف إطلاق النار، لابد أن يكون هناك ضمانة. لكن هل تستطيع أن تقوم بذلك حماس؟ إلى أي مدى تجد حماس نفسها في موقف حرج للغاية وصعب للغاية في وقت من ناحية يرى البعض أنها يجب أن تقطع الطريق على إسرائيل وتذهب إلى هذه المفاوضات، ومن ناحية أخرى كيف لحماس أن تذهب لمفاوضات بعد أسبوعين فقط من اغتيال رئيسها؟ يعني أنا أعتقد أن هناك ميكانيزمات موازية مستمرة لهذه المفاوضات سواء بجهود الوسطاء أو بضغوط المجتمع الدولي جعلتنا نشاهد
سير في هذه المفاوضات طوال الفترة الماضية بصرف النظر عن عمليات الاغتيال أو حتى الاستقطاب الإقليمي أو المواجهات التي تحدث في الإقليم أو حتى في بين حزب الله وإسرائيل أو بين حماس وإسرائيل أو اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقبلها إسرائيل استهدفت وقتلت عشرات من قيادات الصف الأول حتى لو كان من الناحية الرمزية بالتأكيد اغتيال هنية مختلف، لكن طوال الفترة الماضية كان مسار المفاوضات يسير رغم أننا كانت هناك عقبات كبرى وكنا نقول أنه عقب حتى المجازر الإسرائيلية تجاه المدنيين أنه المفاوضات لم تثمر على شيء أو ستتعثر أو تتوقف، هي تتوقف بعض الوقت ثم يتم استئنافها. التحدي هو أن نصل بهذه المفاوضات إلى يعني إيقاف ولو مؤقت أو هدنة إنسانية طويلة لوقف إطلاق النار، وهذا هو التحدي. نعم، وبالتالي ماذا عن واشنطن؟ ما خيارات واشنطن في هذه المرحلة؟ وكيف ستتحرك واشنطن التي تريد للأمور أن تهدأ، أن لا تندلع حرب إقليمية، أن لا تتوسع رقعة الصراع؟ في نفس تتخوف الولايات المتحدة بشكل كبير وترسل بكل هذه الأسلحة والعتاد العسكري الأمريكي إلى المنطقة، ما خيارات الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة؟ صحيح، رغم أنها كما أشرت نواياها في اتجاه التهدئة تحاول أن تصل إلى اتفاق هدنة بين الأطراف المتصارعة، لكني أرى أن خياراتها بالذات في الوقت الحالي لازالت محدودة. خيارات الولايات المتحدة في يعني قبل شهرين من إجراء الانتخابات الأمريكية ليست واسعة. صحيح أن الرئيس بايدن يريد أن يضيف لسجله السياسي إنجاز الوصول إلى وقف إطلاق النار قبل أن تنتهي مدة ولايته، لكن أنا أتصور أنه لازالت الولايات المتحدة يمكنها أن تلعب دور أكبر فيما يتعلق بالتهدئة على المستوى الإقليمي، تواصلها مع الأطراف المعنية، رسائلها لإيران، حديثها مع الجانب الإسرائيلي، كل ذلك قد يدفع بعملية تهدئة إقليمية. لكن الوضع في غزة أثبتت التجربة أن خياراتها حتى هذه اللحظة لازالت محدودة. شكرا جزيلا دكتور عمرو الشبكي، المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة. وفي استوديو الحدث، لكن بعد الفاصل. لأول مرة منذ 7 سنوات قصد تقترب من الطريق الرابط بين طهران وبيروت شرق دير الزور. السريع أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. هذه المعارك تدور لليوم 7 على التوالي ما بين الجيش السوداني والدعم السريع. منذ أن بدأت الحرب بذلنا جهدنا لكي نتفادى هذا الحرج وهذه الدماء السائلة. ما مدى أهمية هذه السيطرة إذا ما كانت هذه الأنباء صحيحة؟ المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور وكذلك إلى إقاليم كردفان تواجه صعوبات كبيرة. الاتهامات من مندوب السودان في الأمم المتحدة يتهم فيها الجيش الليبي بدعم الدعم السريع. على ماذا استند مندوب السودان في توجيه هذه الاتهامات لليبيا؟ الطرف الآخر هنالك بيانات واضحة وأدلة واضحة لتعاونه مع الإيرانيين. قوات الدعم السريع شغلت كثيرا بالغنائم ونهب المواطنين وسلبهم ودخول منازلهم. رقعة الحرب تتوسع يوم بعد يوم. سياق الاقتتال واتجاهاته ما بين الجيش والدعم السريع إلى أين يتجه؟ هناك من يتحدث عن إصرار للطرفين باستمرارية القتال حتى الحسم. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية
على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مجموعات من قوى سوريا الديمقراطية تسللت بعد منتصف ليل الأحد الاثنين إلى قرية البوليل الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإيرانية، ثم خاضت اشتباكات مع عناصر نقطة عسكرية للمجموعات المحلية الموالية لإيران أسفرت عن مقتل 7 عناصر من المسلحين على يد القوات المهاجمة من قصد. اندلعت مواجهات مماثلة في قريتي الكشمة والدوير قرب مدينة البوكمال ضمن مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور الشرقي الذي يوصف بالشريان السوري على طريق طهران بيروت، والذي وصلت إليه قصد للمرة الأولى منذ 2017. أسفرت العملية عن مقتل عنصرين على الأقل من المسلحين وجرح آخرين إلى جانب أسر القوات المهاجمة 6 من الجرحى. قبل عملية قصد هذه قتل 5 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران، وأصيب آخرون أمس باستهداف مسيرة يرجح أنها أمريكية لسيارة عسكرية كانوا على متنها خلال تنقلهم بين قريتي الكشمة والدوير في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود السورية العراقية. يشرح لنا هذه التحركات من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا على شاشات الحدث. ما هي المنطقة التي تقدمت إليها قصد ومن كان يسيطر عليها أو يتواجد فيها قبل أن تتحرك قصد بهذا الشكل إلى تلك المنطقة؟ نعم صباح الخير. نبدأ من حصيلة القصف الطائرة المسيرة التي ارتفعت إلى 8 قتلى من الميليشيات السورية الموالية لإيران والمدعومة من قبل إيران باستهداف مسيرة يرجح بأنها أمريكية استهدفت ذات المنطقة الواقعة على طريق أو ما يعرف طريق بوكمال دير الزور أو طريق طهران بيروت، الشريان الذي يتدفق منه السلاح من الأراضي العراقية باتجاه الأراضي السورية باتجاه لبنان بعد ذلك. قوات سوريا الديمقراطية في عملية هي الأولى من نوعها على الإطلاق منذ أن سيطر الحرس الثوري الإيراني وقوات النظام على هذا الطريق في أواخر العام 2017، تمكنت من العبور باتجاه مناطق غرب الفرات وسيطرت وتواجدت على الطريق. حقيقة الأمر هذا الطريق هو يقع في قرية دوير، تقع على الطريق مباشرة، سيطرت على الطريق لعدة ساعات، اشتبكت مع هذه المجموعات الموالية لإيران إلى أن تمكنت من أسر 6 عناصر وقتلت 2 وانسحبت وأخذت معها الأسرى باتجاه ضفاف الفرات الشرقية. هذا الأمر يدل بأن هناك قد الأمر تحول من قضية مسلحين محليين عشائريين مدعومين من إيران إلى قضية اختراق مناطق النفوذ الإيراني التي كانت خط أحمر ليس على قصد بل على الأمريكيين أيضا، وحاولت أمريكا مرارا وتكرارا قطع طريق طهران بيروت. لماذا الآن باعتقادك أستاذ رامي وكيف استطاعت قصد أن تقوم بخرق هذه المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيا المحسوبة على إيران؟ يعني لماذا الآن؟ السؤال تسأل عليه قصد، تسأل عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا قلت قبل نحو 3 أسابيع عبر الحدث قلت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد لمحاولة إغلاق طريق طهران بيروت في تلك المنطقة، لكن كيف تمكنت؟ لأن هناك على ما يبدو الجبهة هشة وليست جبهة قوية. عندما يتمكن عناصر من قصد اختراق ضفاف الفرات وقتل عناصر سواء في البوليل البعيدة أكثر من 60 كيلومتر عن الدوير، هذا يدل بأن الجبهة الإيرانية في تلك المنطقة ليست جبهة قوية وجبهة حشدت لها إيران الكثير سنوات طويلة، وأشرف قاسم سليماني شخصيا على هذه العمليات. كيف يتمكن عناصر قصد بهذه السهولة من تسلل وأسر وقتل؟ أعتقد بأن إيران ستعيد حسابتها بشكل كبير جدا في هذه المنطقة. من يسيطر على تلك المنطقة الآن وكيف هو الوضع الميداني فيها؟
قيادة الحرس الثوري الإيراني هي المسيطر الشكل أو المسيطر العملي كقيادة، ولكن كسوريين كعناصر سوريين هم المتواجدين في هذه المنطقة، مسلحين مدربين من قبل إيران، هناك فاطميون الأفغانية، هناك أيضا قيادات من الصف الثاني من حزب الله اللبناني تشرف على القوات في تلك المنطقة، بالإضافة لعناصر من الفرقة الرابعة وبعض عناصر قوات النظام من أبناء المنطقة الذين يعني نتيجة المصالحات يعني يؤدون خدمة إلزامية في تلك المنطقة. شكرا جزيلا، كنت معنا من مدينة كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي استوديو الحدث لكن بعد الفاصل. فيضانات وحرائق، كوارث طبيعية حول العالم. يكافح مئات من أفراد الإطفاء المدعومين بأكثر من 20 طائرة لإخماد حريق غابات شديد خرج عن السيطرة على الأطراف الشمالية للعاصمة اليونانية. قال أفراد الإطفاء إنه تم إخلاء مستشفى للأطفال ومستشفى عسكري في وقت مبكر، بينما صدرت أوامر إخلاء لأكثر من 12 منطقة بما فيها ماراثون والعديد من ضواحي أثينا. وفتحت السلطات في الضواحي القريبة ما لا يقل عن صالة رياضية واحدة ووفرت غرفا في الفنادق للنازحين. هذه صور مباشرة التي كنا نعرضها إذن مشاهدينا، هذه هي الصور المباشرة إذن من الحريق الذي اندلع وخرج عن السيطرة في غابات في اليونان، والآن قوات الإطفاء أو أفراد الإطفاء المدعومين بأكثر من 20 طائرة في محاولة لإخماد هذا الحريق. في الجزائر يحاول رجال الإطفاء السيطرة أيضا على حرائق اندلعت بشمال شرق البلاد، وقد صدرت أوامر بالإخلاء للسكان هناك وفق ما ذكرته وسائل الإعلام، حيث طلب من سكان بعض المناطق في بجاية بمغادرة بيوتهم، فيما لم تتضح بعد أعداد المتضررين، خاصة وأن الحرائق التي اندلعت الجمعة الماضية كانت على أكثر من جبهة. هذا وأكد مسؤول في الدفاع المدني الجزائري أن الوضع تحت السيطرة رغم استمرار توسع رقعة النيران. يا محرسة لا شكي
على الساعة 9 مساء بدأت النيران هناك، فخفنا أن تنتقل إلى الجانب الآخر. كنا 10 في الموقع، أما طواقم الدفاع المدني فقد كانت في الأعلى تحاول إطفاء النيران. في الأمس كنا في قرية الأرباك، ثم أتينا إلى هنا كمسعفين للمساعدة في موقع الحرائق. دورنا هو حماية المدنيين عبر إمدادهم بالإسعافات الأولية واحتياجاتهم. أتينا إلى هنا لتوفير الرعاية للسكان ومنع إصابتهم بالذعر والخوف وحمايتهم. خلفت السيول الجارفة والأمطار الغزيرة المصحوب بالرياح والعواصف الرعدية التي شهدتها أجزاء من محلية مروي بالولاية الشمالية في الساعات الأولى من صباح اليوم أوضاعا وصفت بالكارثية. تعتبر منطقة تنقاسي أرويس على بعد 15 كيلومترا جنوب مدينة مروي الأكثر تضررا، حيث تسببت السيول في وفاة 9 أشخاص بينهم أطفال. بحسب مراسلنا فقد تعرضت المنطقة لأضرار كلية وجزئية في المنازل، وأصبحت عشرات العائلات بلا مأوى، كما غمرت مياه السيول مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. إلى ذلك تعرضت مدينة مروي لسيول جارفة للمرة الثانية خلال أسبوع، مما أسفر عن قطع الطريق القومي قبالة مدخل المدينة وتسبب بأضرار متباينة نتيجة مياه السيول والأمطار. في ليبيا شهدت مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا هطول أمطار غزيرة، مما أدى إلى تشكل سيول جارفة أغرقت أجزاء كبيرة من المدينة. تسببت السيول في خسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين. لا ان شاء الله الامور تمام. وصلنا شوي بالله، وصلنا شوي لكن مستشفى، لكن ما فيش اضرار بشريه، مش اضرار بشريه. بارك الله فيك استاذ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه سكيوة جت وش انجابها منش عارف هو، بس حصلوا في السيل. من أم درمان ينضم إلينا مراسل الحدث نزار البقداوي، ومن العاصمة الليبية طرابلس معنا مراسل الحدث منير الأشهب، أهلا بكما. إذا أبدأ معك نزار، يعني كوارث طبيعية في عدة دول من حرائق إلى سيول، ما الذي يحدث في السودان؟ الذي يحدث في السودان بأن هنالك موجة سيول وأمطار ضربت عددا من ولايات السودان، هي الأولى من نوعها منذ سنوات، هكذا تقول الأرصاد الجوية ويقول خبراء الطقس بأن الأمطار والسيول التي ضربت السودان هي الأكبر. الآن خارطة الأضرار تتسع في السودان. نبدأ بشمال السودان، أقصى شمال السودان في محلية وادي حلفة، الأضرار تتفاقم، خارطة الأضرار تتسع يوما بعد يوم بعد أن ضربت السيول والأمطار عددا من محليات الولاية الشمالية، تحديدا في أقصى شمال السودان، حيث قطعت السيول الطريق الرئيس البري الذي يربط بين السودان وبين جمهورية مصر العربية، وخلفت هذه السيول أيضا أعداد مقدرة من الأسر التي أصبحت الآن بلا مأوى بعد أن فقدت السكن جراء هذه الموجة من السيول والأمطار. في الجانب الجنوبي من الولاية الشمالية، تحديدا في محلية مروي، منطقة تنقاسي الرويس التي تتبع لمحلية مروي على بعد 15 كيلومتر جنوبي هذه المدينة، أيضا تعرضت لأضرار بالغة نتيجة اجتياح موجة هائلة من السيول صباح هذا اليوم لهذه المنطقة التي خلفت 9 قتلى من أبناء هذه المنطقة. حكومة الولاية الشمالية أطلقت إنذارا مبكرا جراء هذه الموجة من السيول والأمطار، وقالت بأنه لا بد من التدخل العاجل. في الولاية المجاورة وهي ولاية نهر النيل، منطقة أبو حمد، وهي التي أيضا تعرف بأنها من مناطق التعدين التقليدي للذهب، أيضا تعرضت لأضرار بالغة، أكثر من 4000 منزل دمر بشكل كلي وجزئي، وتنصب الآن الأعين والمتابعات للمخاطر البيئية
التي يمكن أن تنجم جراء وجود مواد على سبيل المثال الزئبق والسيانيد التي تستخدم في التعدين التقليدي هي الآن وصلت إلى مناطق المواطنين، وبالتالي هم الآن في حاجة إلى مياه الشرب، وهذه المياه الآن مختلطة بهذه المواد التي تعتبر سامة عندما تختلط بمياه الشرب. هذه الدائرة تتسع في وسط السودان مع هذه المأساة التي تضاف إلى المأساة الموجودة بالفعل. أعود إليك في هذه النقطة، ولكن اسمح لي، لأن السيول حتى وصلت إلى ليبيا، لنتحدث مع زميلي منير الأشهب حول ما يحدث أيضا في ليبيا وكيفية التعامل مع السيول في عدة مناطق في ليبيا. أهلا بك ضحى وأهلا بنزار. نعم، مدينة الكفرة وهي المنطقة الحدودية مع السودان ومصر أيضا تعرضت لهذه السيول وهذه الأمطار. بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية يقول أن نسبة هذه الأمطار لم تحدث داخل مدينة الكفرة منذ حوالي 70 سنة، وصلت حجم الأمطار إلى 51 ملم. ما يضع إشكالية كبيرة هنا داخل مدينة الكفرة أن يوجد بها عدد كبير من اللاجئين القادمين من السودان أو الفارين من الحرب من السودان. العديد منهم وجدوا نفسهم بلا مأوى بعد أن تحطمت الخيم أو حتى الأماكن التي كانوا يقطنونها بعد وجود هذه السيول. أيضا المستشفى الكفرة العام وهو المستشفى الوحيد الكبير داخل بلدية الكفرة كان قد أغمر كليا بالماء وخرج عن الخدمة. اضطر العاملون بهذا المستشفى وأيضا بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي إلى إخراج المرضى إلى نحو مصحات خاصة وهي غير مجهزة أصلا لاستقبال هذا العدد الكبير من المرضى، سواء كانوا يعني النزلاء داخل هذا المستشفى أو حتى من أجريت لهم عمليات خلال الأيام الماضية. ما يزيد الأمر أيضا تفاقما هو مخاوف الناس من تكرار يعني ما حدث في مدينة درنة أو صحيح. أمر مشابه لها هنا يضع الليبيين دائما يعني يتذكرون كان في نفس التوقيت المأساة تقريبا وفي كان كل في عملية بداية يعني هطول الأمطار. نعم تقريبا كان في نعم في 16 من سبتمبر يعني نعم. حوالي سنة إلا شهر واحد تقريبا يعني أو في هذا نعم. الحد. فهذا يجعل الليبيين يعني يتخوفون من كل عملية الأمطار. أيضا لعل الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان كانت قد يعني أعلنت يعني حالة الطوارئ في مدينة الكفرة وتسخير كل الإمكانيات من أجل مساعدة الأهالي في الكفرة وحتى اللاجئين السودانيين الموجودين في المدينة. للجزائر التي أيضا فيها رجال الأطفاء يحاولون السيطرة على حرائق عدة اندلعت في عدة مناطق في الحقيقة من العاصمة الجزائرية، انضم إلينا علي بوخلاف الكاتب الصحفي. علي إليك. صباح الخير. علي سمعت السؤال؟ نعم تفضل. لم أسمع السؤال، سمعت فقط الفترة الأولى. نعم، كنت أسألك عما يحدث وإذا ما كانت يعني أفراد الإطفاء رجال الإطفاء قاموا بالسيطرة على الحرائق المندلعة، أما هو الموقف الآن صفه لنا. حسب الحصيلة الأولية الأولى التي قدمتها مصالح الحماية المدنية هذه الصبيحة في الجزائر، فتمت السيطرة على أغلب الحرائق خاصة في ولايتي تيزي وزو وبجاية، وما زال فقط بعض الحرائق في هاته الولايتين زيادة إلى بعض الحرائق في ولايتي جيجل وأسكيكدا شرق العاصمة. لحسن الحظ هذه السنة عكس السنوات الماضية لحد الآن ليس هناك خسائر بشرية تذكر ولا أن هناك خسائر مادية كبيرة خاصة في الغطاء النباتي، حيث أكلت هذه النيران مساحة كبيرة في المساحات الغابية ووصلت حتى إلى بعض القرى والمضاشي. لكن استعمال وسائل حديثة وخاصة الطائرات وبعض الوسائل الأخرى ساعدت مصالح الحماية المدنية للوصول إلى 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 إطفاء هذه النيران لحد الآن وحتى حراستها في بعض الأماكن، ولو أن هناك كما قلت خسائر خاصة في المواشي والبيوت التي من السكان الذين يسكنون أمام أو قرب هذه الغابات. أذهب لنزار مرة جديدة. نزار، كنت أسألك يعني السودانيون يعيشون مأساة في كل يوم بطبيعة الحال بسبب التناحر العسكري الموجود هناك الآن بإضافة كوارث طبيعية، كيف يتم التعامل مع ذلك؟ هل هناك من يقوم بإجراءات لتخفيف هذه المأساة عن السودانيين أم ماذا؟
يعني يبدو حتى اللحظة من واقع المشاهدات بأن إمكانيات الدولة تبدو متقاصرة إزاء هذه الأزمة، أزمة السيول والأمطار، إذا ما أضفنا إليها التحدي السابق المتعلق بوجود ملايين النازحين السودانيين داخل ولايات السودان في شرق السودان وفي وسط السودان وفي غرب السودان. أزمة السيول والأمطار الآن هي تحدي حقيقي بالنسبة للدولة. الآن النداءات التي تصدر من حكومات الولايات نحو منظمات الغوث الدولية هي بدرت كإشارات، ولكن حتى اللحظة التي نتحدث فيها ليس هنالك من إمكانيات فعلية وعملية وصلت إلى الولاية الشمالية أو ولاية نهر النيل أو ولايات شرق السودان. كل ما يدور الآن هو رسائل عاجلة من الولايات لهذه المنظمات الدولية، للمنظمات الإقليمية، بضرورة أن يتم التدخل لإعانة النازحين والمواطنين. وإذا ما ذكرنا بأن هذه السيولة التي اجتاحت عددا من ولايات السودان هي أيضا ستعمل على إعاقة المساعدات الإنسانية والغذائية لعدد من النازحين بأعداد مقدرة في غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان. بالتالي هذا هو التحدي الحقيقي للدولة، أن تواجه هذه الأزمة المركبة، أزمة النازحين، أزمة اللاجئين على معسكرات الحدود مع دول الجوار، وأزمة السيول والأمطار التي ضربت عددا من ولايات السودان. منير، أذهب إليك. في المرة السابقة وفي مأساة كبيرة مثل ما حدث في درنة، كان هناك إلقاء بالمسؤولية، كل جهة تلقي بالمسؤولية على الأخرى في التسبب في يعني في كيف حدثت هذه المأساة بشكل متفاقم مثل ما شاهدناه العام الماضي. الآن هل هناك من يتحمل المسؤولية في أي عواقب يمكن أن تحدث جراء هذه السيول؟ نعم ضحى، لربما المسؤولين هنا حاولوا أخذ خطوة استباقية هذه المرة والاستفادة مما حدث في مدينة درنة خلال العام الماضي أو الفاجعة التي حدثت في مدينة درنة. الحكومتين شرقا وغربا، سواء كانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان والتي يترأسها أسامة حماد، أو الحكومة التي تحكم في غرب ليبيا وهي حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، أعلنت بشكل مباشر تسخير كافة الإمكانيات والجهود لبلدية الكفرة لمواجهة هذه الأزمة، يعني في محاولة لسد أي خرق قد يحدث أو سيول لا قدر الله أن يتكرر ما يحدث في مدينة درنة. أيضا في أول كلمة لخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي لازال لم يفصل بشكل رسمي في انتخابه، من خلال اليوم وصل إلى أو دخل إلى مكتبه الرسمي وأعلن بداية وصوله إلى هذا المكتب ومباشرة عمله، وخلال هذه الكلمة خصص جزءا منها إلى مدينة الكفرة وطالب الجهات الرسمية والحكومية بالعمل داخل مدينة الكفرة. أيضا أعضاء من البرلمان كانوا قد صرحوا بنفس التصريحات. هناك يعني على ما يبدو هناك استفادة كبيرة من ما حدث في مدينة درنة لتجاوز ما قد يحدث داخل مدينة الكفرة، ولعل أيضا حتى الطبيعة الجغرافية لمدينة الكفرة تجعل من هذه السيول أقل وطأة مما حدث في مدينة درنة، خاصة في التضاريس الجبلية القريبة كانت من البحر ووجود سد. يعني مدينة الكفرة في العادة لا يهطل فيها الأمطار. نعم ضحى، أذهب مرة جديدة إلى الجزائر حيث الأستاذ علي أبو خلاف الكاتب الصحفي. علي، كيف للمسؤولين أن يقولوا بأن الأمور تحت السيطرة وهم يطلبون من السكان مغادرة بيوتهم؟ نعم، قد استفاد المسؤولين من دروس السنوات الماضية، بحيث نتذكر أن مثلا في 2021 في منطقة القبائل وحتى 2022 في منطقة القالة في أقصى شرق الجزائر هناك موتى بعد دخول هذه النيران لبيوت المواطنين، وبالتالي يتم إجلاء السكان قبل وصول النيران إلى بيوتهم. هل يعني ذلك أنه أمنت لهم مناطق جديدة ومساكن جديدة حتى السيطرة التامة على الحرائق؟ نعم، يتم إجلاء هؤلاء السكان إلى مراكز آمنة وإلى حتى مدارس وأماكن بعيدة على هذه النيران ريثما يتم السيطرة عليها. وحسب المعلومات التي استقيناها البارح في الليل وحتى في الصباح ليس هناك حتى بيوت تم حرقها، والمعروف الآن هو كما قلت هناك مواشي تمت النيران الوصول إليها، أما البيوت والسكان لم يحصل لحد الآن لحسن الحظ أي شيء من هذا النوع. وتفاديا لهذا تم إجلاء السكان في لمناطق بعيده، لكن بعض القرى فقط في ولايه بجاي وولايه تيزي وزو، وفي هذه الصبيحه حسب مصالح الحمايه المدنيه
تمت السيطرة بطريقة تقريبا كلية على هذه النيران، ويتم الآن إخماد ما تبقي منها، وحتى هناك بعض النيران الأخرى التي تشتعل في نيران أخرى لكن تم السيطرة عليها لحد الآن. شكرا جزيلا لكم جميعا، من العاصمة الجزائرية علي بوخلاف الكاتب الصحفي، ومن أمدرمان مراسل الحدث نزار البقداوي، ومن العاصمة الليبية طرابلس مراسل الحدث منير الأشرب، شكرا جزيلا لكم جميعا. ضج الناس في أحياء القاهرة والجيزة بالشكوى من المدارس السودانية التي افتتح بعضها داخل شقق سكنية. السلطات المصرية انتظرت حتى نهاية العام الدراسي وطلبت إغلاق المدارس لحين تصحيح أوضاعها، لكن هذا ترك مخاوف عميقة بين الأسر السودانية التي تخشى على مستقبل أبنائها. محمد يوسف لديه 4 أولاد في مراحل التعليم المختلفة، وبسبب الحرب تأخروا في التعليم، وهو يشعر بالقلق إزاء إغلاق المدارس السودانية في مصر. مش مفروض يكون في إجازة ذاته، حتى الفرق بتاع الفرص التعليمية اللي فاتت تتعوض. نحن عايزين الطالب بدل يكون السنة بسنة، السنة بسنتين، السنة محسوبة على عمره ومحسوبة على حياته. السودان أصبح أطفاله غير متعلمين ووفاتهم الكثير. قلق أولياء الأمور ازداد مع منشور من السفارة السودانية بضرورة التزام جميع المدارس السودانية بقرار الإغلاق لحين توفيق الأوضاع مع السلطات المصرية، رغم أن بعضها يوجد قبل اندلاع الحرب. احنا مدرسة قديمة من العام 2015، فلم يكن هناك أحد يشتكي من إزعاج، لكن مع ازدياد عدد المدارس والزحوم فأصبح هناك ضغط على المواطن الذي يسكن هذه المنطقة، ونحن نجد كثير من الحق لهم في هذا الأمر. يعني كنا مدرسة واحدة في العام 2015، مع عام الحرب أصبح هناك 8 مدارس في المنطقة. ردود فعل متباينة من سكان هذه المنطقة من المصريين بعد قرار الغلق. هم كثيرهم ساعتين بالضبط في اليوم كله، ساعة ما يجوا طالعين وكانوا بيعملوا مشاكل وكانوا بيتخانقوا كتير وكانوا عاملين قافلين الشارع حرفيا. بيكون في شغب كتير من الأطفال هنا، وأحيانا ما بيكونش في سيطرة عليهم جامدة. يعني هم ليهم حق إن هم يكون التعليم أوكي، بس مش بالكم دوت من المدارس في منطقة واحدة. الدكتور عماد يملك مركزا اجتماعيا مرخصا داخل بناية سكنية، ويقدم خدمات تعليمية ومجتمعية، ولكنه اليوم مغلق انتظارا لما ستسفر عنه مباحثات الجانبين المصري والسوداني. الجانب المصري تحمل كثير جدا جدا وساعد بنفس الوقت، وغض الطرف عن المراكز الفاتحة عشوائي، لكن للأسف الشديد يبدو أنه العيب منا نحن، ما كان في ضوابط في فتح المدارس دي والمراكز دي كبيرة، ما كان في ضوابط، ما كان في الرجوع للسلطات المصرية في أشياء كثيرة جدا. هناك مقترحات بدمج المدارس التي فتحت دون تراخيص داخل بنايات سكنية، وتوفير أماكن متوافقة مع معايير الأبنية التعليمية المصرية، ومنها مقترح لاستئجار المدارس المصرية والعمل فيها فترات مسائية مقابل رسوم رمزية. تامر نصرت، الحدث، القاهرة. ومشاهدينا، ختام استوديو الحدث لهذا اليوم. دائما تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.